اهلا بيكم في قناة قصص وحكايات نور. قبل ما نبدأ حكايتنا بتمنى تفعلوا الجرس على الكل وتدعمونا بلايك، وفي البداية هنصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة واتم. عينيا كانت مليانة بالدموع. افتكرت يوم سفره لما كنت قاعدة في اوضتي كالعادة وبفكر فيه وازاي هواجهه لما يجي، لانه خلاص نازل مصر مرة تانية. بعد ما فضل سفره عليا قررت ابقى زيه، وقررت اعمل كل ما بوسعي عشان اثبت له ان عادي يعني البنات زيها زي الرجالة، واثبت له ان تفكيره الذكوري بحت ده غلط. بس في الوقت ده قطعني صوت ماما وهي بتنادي عليا وبتقول يلا يا ندى عايزاكي تطلعي من اوضتك شوية بقى عشان خالتك وبناتها جايين. قلت لها حاضر يا ماما، بس قبل ما اكمل لكم الحكايه تعالوا اعرفكم عليا الاول. انا ندى، سني 20 سنه، بحب لا 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 بعشق رامي الصفي ابن خالتي، واحد تفكيره ذكوري بحت لابعد الحدود، اناني، فضل شغله عليا، او يمكن انا اللي شايفه اناني. لكن انا هحكي لكم حكايتي وهشهدكم عليها وانتوا احكموا. في مكان تاني هادي وراقي في فيلا دخلته لميس، كانت قاعده هي وبنتها جنبها اسمها فيروز، وفيروز بتقول لها انا راح لخالته. ردت خالته وقالت لها بعد العصر ان شاء الله باباك هيبعت السواق ياخدك. قالت لها فيروز تمام وهكون خلصت تمرين الاسكواش. لكن بصت فيروز في الوقت ده لمامتها وسالتها مالك يا ماما سرحانه ليه كده؟ قالت لها عشان خالتك هدى مش راضي ابدا تيجي تقعد معانا ومنشفه دماغها. ردت فيروز وقالت لها ما تقلقيش يا ماما، انا هتكلم مع ندى في الموضوع ده وهحاول معاها مره واتنين. قالت لها خالته يا رب يا فيروز، انا نفسي والله بدل ما قلبي مشغول عليهم كده وهم عايشين لوحدهم ومعهمش راجل. ونزلت فيروز عشان تروح التمرين، وفي الوقت ده كان رامي في مصر، وكان السبب اني متضايقه ومش عايزاهم يجوا عندنا ان هو هيجي معاهم. وماما كانت مصممه اني لازم ادخل اوضتي والبس احلى حاجه عندي. قلت لها ماشي 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 يا ست ماما، بس انا وانتي عارفين هي بتيجي كل مره عندنا ليه. ودخلت وانا متعصبه ان هم جايين بصراحه، وبصراحه كده بقى انا مش طايقه انهم يجوا ولا عايزه اشوفه ولا حنله تاني. وبعد شويه رن جرس الباب وماما صممت اني انا اللي افتح. رحت وانا كل غيظ وفتحت الباب، وكنت بدعي ربنا انه ما يكونش معاهم. وفعلا الحمد لله لقيت خالته بس هي وفيروز، وقعدنا كلنا على السفره عشان نتغدى. وطبعا ماما ازاي تفوت سؤال زي ده، وقالت لخالته امال فين رامي يعني ما جاش معاكم ليه؟ قالت لها رامي نزل وراح مع صاحبه معتز عشان يلعبوا كوره. معتز ده صاحب رامي ومن وهم صغيرين، ومعتز خاطف فيروز وبيحبها جدا. وكالعاده خالته لميس قالت لماما طبعا انت عارفه يا هدى انا جايه اتكلم معاكي في ايه، وفيروز عشان تلطف الجو. بعد ما ماما قفشت قالت لها طبعا يا خالته ماما خايفه عليك انت وندى. لكن ردت ماما على فيروز وقالت لها وانا قاعده في بيتي يا فيروز مش في الشارع. لكن خالته لميس قالت لماما بس تعالي مات يا هدى، ومن سنه وانا سايباكي سايباكي براحتك، وبقول بكره تعقل. لكن كده ما ينفعش، انت مش شايفه المكان اللي انت قاعده فيه، الناس فيه ما بترحمش وكلامهم مش بيخلص. لكن انا هنا اتدخلت ورديت عليها وقلت لها بصي يا خالته انت نص كلامك صح. قالت لي ازاي يعني؟ قلت لها يعني ايوه عندك حق، ما ينفعش نقعد انا وماما لوحدنا، لكن برضو ما ينفعش نيجي ونعيش عندك. قالت لي انت خايفه من ايه بالظبط يا ندى؟ فهمت هي تقصد ايه طبعا، وقلت لها انا مش خايفه من حاجه ونسيت الموضوع اساسا، ويا ريت ما تفتحوش تاني. لكنها برضو كانت مصممه وقالت لنا بقول لكم ايه انا ماليش دعوه وانتم هتيجوا معايا النهارده. قامت ماما وقالت لها اجي فين عندك يا لميس، اجي والناس تقول بص راحت عشان طمعانه في اختها. قالت لها خالته طمع ايه بس، طمع ايه والناس مالها بيا وبيكي، احنا اخوات. وفي الوقت ده لاحظت ان خالته زعلت وبدات تتعب، وقلت لماما خالته معاها حق، احنا فعلا ما ينفعش نقعد هنا لوحدنا. لكن خالته في الوقت ده جالها ضيق تنفس وتعبت، وطلعت لها فيروز البخاخ على طول. وردت ماما قالت لها ما تزعليش مني يا لميس، انا ما كنتش اقصد اتعبك كده والله، بس قالت لها خالته مفيش بس يا هدى عشان خاطر ريحي قلبي وتعالي معايا. قعدت ماما تفكر مع نفسها وحست ان مفيش مفر ليها او حجه انها ما توافقش، وقالت لها ماشي يا لميس هعمل اللي انت عايزاه. ردت خالته لميس وهي هتموت من الفرحه وقالت لها يبقى تقومي تلبسي معايا وهكلم ابراهيم يبعت لي سواق. قالت لها ماما ايه السرعه دي بس، استني الم حاجتي طيب. بس ردت فيروز وقالت انا وندى يا خالته هنحضر كل حاجه. ضحكت ماما لكنها بينها وبين نفسها كانت زعلانه، لانها كانت عارفه ان ده هيأثر عليا وعلى نفسيتي. ونزلنا وركبنا العربيه، وبعدها وصلنا الفيلا وشدتني فيروز وقالت لي يلا عشان نطلع نغير هدومنا وننزل ونقعد في الجنينه ونرغي شويه. وبعد ما غيرنا هدومنا ونزلنا الجنينه كلنا قلت لها هيا فيروز فرحك امتى؟ قالت لي والله يا ندى مش عارفه،
بس أعتقد كمان شهر. وقعدنا كلنا وفضلنا نضحك ونهزر، وقالت لها ماما ربنا يتمم لك بخير يا فيروز. وبعدين قمت أنا وفيروز وكل واحد راح لأوضته. وفي الوقت ده كان رامي راجع من برا، وأمينة الشغالة قالت له إننا جينا، والحقيقة إني كنت طالعة عادي ومعرفش إنه هو هنا، وشفته قدامي بالصدفة وجت عيني في عينه. قلبي دق قوي، وهو فضل باصص لي. رامي أنا عارف إن هي مجروحة، لكن أنا مش غلطان. ندى أما أنا فحالي ما كانش يفرق عنه كتير، وكنت خلاص دموعي هتفر من عيني، لكني مسكت نفسي على قد ما أقدر، وما كانش لازم أضعف وبان قدامه إن عادي يعني. وبكل برود أعصاب قلت له إزيك يا كابتن؟ قال لي كويس يا ندى. حسيت إن السفر غيره، وما كنتش قادرة أحبس دموعي أكتر من كده، وخلاص وجريت على الحمام ومشيت من قدامه بسرعة، وفضلت أغسل وشي عشان ما يبانش عليا، وكنت عارفة إن البعد بيعلم الأسوأ وإنه ما بقاش بيحبني. رامي وأنا كمان ما قدرتش ومشيت. خرجت من الحمام على صوت تحكي عالي، وكانت خالته وماما في الجنينة وبيهزروا وبيتكلموا سوا، وكان رامي قاعد وسطهم وبيقول لنا البيت نور والله يا خالته. قالت له ماما منور بيك يا حبيبي. أما أنا ورامي ما كانش في بيننا كلام خالص، لكن نظراتنا لبعض كانت كفاية، كانت بتقول كل حاجة. ولاحظ ده ماما وخالته جدا، لحد ما عمو إبراهيم جوز خالته لميس جه، وفي الوقت ده دخل وقال لنا والله منورين والبيت نور بيكم. ماما شكرته، وبعدين كل واحد فينا طلع عشان ينام. وفي يوم جديد اتجمعنا كلنا على الفطار وفي جو عائلي جميل. بصراحة كنت مفتقدة، فقالت خالته فرح فيروز قرب وعايزين نجهز. فكملت فيروز وقالت لها أنا هاخد ندى معايا يا ماما النادي، ولما نخلص هننزل ونعمل شوبينج. وكمل رامي وقال طيب يلا خلصوا أكل عشان هوصلكم. وبعد شوية مشى عم إبراهيم وراح على شغله، وبعدين أنا وفيروز قمنا. وبدأت خالته تقول لماما أنت عارفة يا هدى أنا عمري ما قعدت أتكلم مع حد كل الوقت ده، ودايما ببقى قاعدة زهقانة، يا بقرا كتاب يا بتفرج على التلفزيون، إيه رأيك لو نعمل إحنا الغدا النهاردة؟ وافقت ماما على طول وقالت لها طبعا يلا بينا، وعلى الأقل نفتكر أيامنا زمان شوية. وماما الله يرحمها وبابا. وبعدين أنا وفيروز ورامي كنا خلاص وصلنا النادي، وكان مليان ناس كتير قوي وزحمة جدا. وبدأت فيروز تسألني بتحب الرياضة يا ندى؟ قلت لها آه بحب كرة القدم قوي. راح رامي طبعا استعبط وقتها وضحك ضحكة خبيثة وقال طيب أنا عندي تمرين دلوقتي. فقالت له فيروز طب ما تاخد ندى معاك وتتدرب شوية كرة قدم، أنا سمعت إن الكابتن طارق عمل فريق بنات. طبعا هو ما كانش عاجبه الكلام وقال لها لأ خليها معاكي وإوعي تسيبيها. قلت لهم بس في إيه أنت وهي؟ هو أنا بيبي هتوه يعني؟ زعق فيا وقال لي كلامي يتسمع وانتي ساكتة. قلت لفيروز يلا بينا يا بنتي الجو خانقة قوي هنا، وسدتها ومشينا. رامي ساعتها مشت وكانت عاملة شبه العرايس عرايس المسرح، بس حلفت اني والله لو وقعها في حبي من تاني. وعدى اسبوع وما حصلش اي جديد. وفي يوم قلت لماما واحنا قاعدين انا وهي وخالته انا عايز العب كرة قدم، لكنها رفضت وتعصبت عليا وقالت ايه اللي انت بتقوليه ده، انت لسه الهبل ده في دماغك، انت بنت افهمي بقى ما ينفعش. قلت لها وايه يعني يا ماما ما في بنات كتير قوي وبياخدوا بطولات. ردت عليا خالته وقالت يا ندى هي خايفه عليكي. قلت لها يا خالته ايه الخوف من كده انا حباها وعايزه العبها. قالت لي خالته واقترحت عليا طب ما تلعبي سكواج او سله. قلت لها لا يا خالته انا بحب كره القدم وده حلمي من وانا صغيره. في الوقت ده دخل رامي علينا وقال لنا ادعوا لي عشان عندي ماتش النهارده. ولقيت خالته بتقول لرامي فيروز قالت لي ان عندكم كابتن في النادي بيدرب بنات كرة قدم، لكن ماما برضو زعقت وقالت يا لميس اللي هي عايزاه ده مستحيل ومش هيحصل هي بنت مش ولد. رد رامي وقال يا جماعة فهموني انا مش فاهم. ردت خالته عليه وقالت له ندى يا سيدي عايزة تتدرب كرة قدم وتحقق حلمها، بس خالتك هدى معترضة. لكن رامي رد وقال رد صدمني انا هساعدها يا ماما حاضر، بس مش كابتن طارق اللي هيدربها انا اللي هدربها. طبعا انا فرحت جدا انه هيخليني احقق حلمي وهيدربني، بس قعدت افكر اقول لنفسي ازاي بعد كل اللي عامله فيا ده كان قلبي بيقول لي هو بيحبك ده حتى هيدربك لانه غيران عليكي. وقلت والله لغيزه كمان وكمان وربيه واطلع عليه القديم والجديد. ولقيته بيقول لي يلا اطلعي حضري شنطتك ومستنيكي في العربيه ودقايق وتكوني في الملعب. حسيت اني خلاص بقرب من حلمي، لكني بعد ما خرجت مزاجي اتقلب ومودي اتغير من اللي سمعته وشفته. لقيته واقف وسط بنات كتير وعمال يهزر ويضحك معاهم. رحت قلت له بكل برود وبصوت عالي
أنا جهزت يا كابتن. رد برضو بكل برود وقال لي تمام يلا نبدأ، وبدأ يدربنا. والحقيقة أنه كان متمكن قوي، يعني برغم من أنه خريج هندسة